السلام عليكم، موسم بلاد جعلكم بفيديو جديد. فيديو اليوم حيكون فتح علبة الشجاع الاسطوري للاعب شهاب من بي باتل بيرست سوبر كينج او سباركينج، في بعض الناس مو سباركينج. بس قبل أن نبدأ اشتركوا القناة، فعل جرس الانبهات، اضغط زر اللايك وادعمونا شباب، لان طلبنا اول عرب نفتح واول عرب نفتح من سوبر كينج. فيلا نبدأ بالفتح. اوكي شباب، قبل ان نبدا بالفتح حاب اوريكم اختلاف العلب بين جزء سوبر كينج هذا والجزء اللي فاتت. اول شيء الجزء الاول كان علبه مربع زي هذه، هو الليفليوشن. الجزء الاول الليفليوشن كان مربع زي هذه، هذه حقت اللي مظلم اللي ما شاف فتحه يروح يشوف القناه. جزء التيربو كان علبه نفس، طبعا ما عليكم من شركه ام كيو يعني، بس كان نفس الشكل، هنا بلابل وهنا يد. وهذا بالنسبة لجزء الليفليوشن أو الجزء الأول كان يجي معاهم يد، بس العلبة اللي كذا كان في علبة صغيرة بدون يد. أما بالنسبة لبلابل توي برو حتجي كلها بنفس الشكل، أعتقد كذا كلها هذا وهذا، فكلهم حاجة نفس الشكل. الجزء الأول الجزء الثاني اللي يعني يقول لكم إنه هذا آخر جزء من بيوبس البيرس، إنه شوفوا هذا علبة زيرو جي من بي بلاد، شوف كيف شكلها، شوف كيف شكلها، شوف العلبة حقت نفسها حتى لو كان عندها علبة الشجاع الأسطوري كان حيبان. وأنا سميت هذا قصدي الحصان الأسطوري، أنا سميت هذا الشجاع الأسطوري عشان الشجاع عشان الحصان الأسطوري، فهمت كيف؟ أول أنا أصلا كنت بسميه شجاع الدمار أو شجاع ملمر، اكتبوا لي شو الاسم الأفضل يعني. فلما ترجمت اسمه بير فالتريك، معنى بير فالتريك يعني الشجاع، كيف؟ بير يعني شجاع، فشجاع ما ينفع، فعشان كذا اخترعت له اسم. فالحين حتطلع لكم علبة الجي تي، الحين حتطلع لكم من قدامكم علبة شجاع الجي تي كيف كان شكلها. وهذا بالنسبة لشجاع سوبر كينج، طبعا هذا اقوى واخر تطور، وهذا يعتبر احد اقوى ثلاثة بلابل في العالم موجودين حاليا وقت نزول هذا الفيديو. يهزم معك حالية راح تشوفوا مقاطع، تصدقوا راح تشوفوا مقاطع، فحكون بجد وصور. فيلا نبدا نشرح لكم العلبة. اول شيء هنا كاتبين طبعا بالياباني كذا، لانه انا طلبتها من نفس شركة تكاسوني، فهنا كاتبين فالتريك اتوقع اللي يعني اسمه فالتريك، هذا اسمه شهاب ايوه. كاتبين فولتاوي بس بالياباني، والله لا يكونوا كاتبين شيء شباب ولا سبوا ولا شيء. اوكي هنا كاتبين توقع تعليمات فالتريك، هنا كاتبين بس بالياباني، وهنا كاتبين اسمه المختصر. طبعا لما تروح تبحث عن اسمه اكتبوا بي بليد بس سوبر كينج، روح اكتبوا بي 163، هذا الاسم شايفين، بس هذا راح يطلع لكم بالبول. طبعا زي ما تشوفوا هنا حاطين علامه الجزء حقهم، وهنا حاطين كاتبين بي بليد، بس انا اقول بي باتل. هنا الباركود حق قناتهم في اليوتيوب تكرتمي، هنا تكارتومي، هذا ما ادري شو. يلا اوريكم طاقات البلبل. اوكي هنا حاطين باركود للجزء اعتقد، بس قبل شباب شوف الشكل هنا كيف يكون البلبل، شوف الشكل هنا انه هو هجومي ودوران يميني، كمان دوران يميني هنا اعتقد، بس هو هجومي وجدا قوي، ترى في اختلاف في البلبل راح اوريكم هو، بس نفتح العلبه. فلو جينا نشوف هنا يهزم البلبل الالكتروني من بي باتل، شوفوا شباب هذا، طبعا ده بلبل الكتروني انا كنت حافتحه يعني بس طلبته طلع مو اصلي ورجعته سويت له مشكله، فا يهزم بلبل الكتروني. لو انا كان عندي الاصلي كان هزمه. البلبل ده ترى جدا قوي لو انت تعرفه، البلبل ده لما تدوره كذا، عبد الرحمن جيب بلبل دقيقه، شوف شباب لما تيجي تدوره كذا اغلب بلابل تدور كذا ينفك، البلبل ده تدور ما ينفك، ينفك بس ببيرس بطريقه معينه. فكنت اتمنى لو اقدر اجيب لكم هو، بس ما في اي احد يبيعه اصلي، فخلصنا من هنا. طيب نجي للطاقات، شوفوا شباب هنا اعتقد انه مكتوب هجوم، فمن قوه الهجوم اخترق مكان الطاقات، شوف كيف طلع لفوق، تبلبل اسطوري مره شباب. فهذه العلبه من خلف، اربع قطع الحديده فيها نمط ثاني، طبعا كل البلابل حقان السوبر كينج نفس الوميض المظلم، بس انه منفك شباب، نفس الوميض المظلم كذا لاير في الديسك، ايوه بس الديسك حقه ينفك، يعني سووا اختلاف اسطوري. فهنا حطينا الطاقات زي ما قلت لكم، يعني البلبل عنده وزن وعنده اشياء مره كثيره، فالحين بجيب لكم كل الاشجعه ونرجع لكم. اوكي شباب هنا عندنا كل الاشجعه اللي موجوده عندنا اللي اشتريناها، عندنا تقريبا شباب كم؟ ثمانية. اوكي ثلاثه اصليين والباقي هذول مو اصليين. او فالتريك. فشباب شوفوا هذا هو اقوى واحد عندنا، والحين جاء هذا هو اقوى بلبل عندنا، هذا كان اقوى شجاع،
هذا صار أقوى بلبل، فحيكون في فرق جدا قوي، وحاريكم إنه جدا أسطوري. فلو جينا نرتبهم شباب، حاجة شجاع المنتصر، خلينا بس فكر زوم شوية، حاجة شجاع المنتصر، بعدين الشجاع المتقد، بعدين الشجاع الفائز، بعدين الشجاع الجارح، وفي الأخير شجاع الجيتي، وبعدين آخر شيء شجاع السوبر كينج اللي حنفتح لكم أول يوم. بس شجاع الجيتي قبل شجاع المنتصر كان في واحد، يا في واحد هنا وفي واحد هنا، لا ما نعتبر شيء شباب. فكان في واحد هنا وكان في واحد هنا، فهذول اثنين، هذا حاولت أبحث عنه بس ما لقيته، هذا لقيته بس ما أبغاه ضعيف. فيلا خلينا نفتح لكم شجاع السوبر كينج، طولنا في المقدمات، يلا نبدأ. اوكي هذه العلبة حقت الشجاع، فما لقيت اي مقص شباب، مثلا ما في اروح اجيب مقص، فجبت هذا الشيء حق الادوات الهندسية. خلينا نفتحها بهذا الشكل. طبعا اي احد شباب يعني يستخدم مع ناس كبار كذا ومع نفسه، ف طبعا متحمس اللحظة هذه. دقيقة واحد اثنين ثلاثة. واو شباب ترى شكله جامد. طبعا هاي لحظة اسطورية، ابغى اشق العلبة بس ما ابغى اشق العلبة. صناعة المونستر شباب، لانه يعتبر اول عرب شباب نفك لكم بلبل من سوبر كينج، وهو مرة اسطوري. يلا واحد مستعدين؟ واحد اثنين ثلاثة. ايش؟ اوه هذا شباب ورقة علم، انا ما كنت اتوقع انها تجينا شباب. اوكي الورقة هذا اسطورية. شوية 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 ما نتحمس، شكله جامد مرة. شوف 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 شوف، شايفين شباب؟ قلت لكم الديسك في اللاير بس يمديك تفوق. يلا ايش نسوي شباب؟ شباب نشوف الاستكابات الصغيرية، فخلينا نفتح هذا اللغة اول شيء. ولا انا بوريهم هذا ولا هذا؟ اول حاجة ورقة نبوريهم هي، لان في اشياء نعرف. بس خلينا نفكها شباب. اوكي الورقة اوكي. اول شيء دقيقة، هذه استكابات حتكون جدا سهلة بعكس الاشجع اللي فاتت، فراح تكون استكابات اسطورية. فيلا الورقة اول شيء شباب، ورقة التعليمات. ورقة التعليمات قديمة شوية. والله ورقة التعليمات شكلها اسطورية يا حبيبي. نفك. واو واو من جد واو شباب، هي كذا توقع. يب يعلموك كيف تركب، لان هو عنده طريقة جديدة في التركيب، فاحنا ما حنحتاج. فا اتوقع شو الورق قديم اللي معاي، لانه تكرر. طبعا القاعدة حقت الشجاع الطيور الاخير نفس قاعدة الشجاع المنتصر، تدوب وتصير جدا سريعة. بس هذه مدبلة كذا قوية. اوكي اتوقع الورقة اللي معاي شباب قديمة شوية، لان كارت تومي كومبا، قلت تكرر كومي. كل يومين نزلوا بلبل يب، كل يومين. هذه هي الورقة، ايش يقولوا لك؟ اول ما نزلوا شجاع الخفاش والبلبلين هذولاك البلبلين الابطال، الزوبعة الجليدية والزوبعة النارية. اوكي هذا ما كان نزل، كان علبة حظ، فراحوا ونزلوه، حطوه لكم عشان انت تصير متحمس زي كذا. اوكي فهذا بلبل اعتقد انه براثن. هذا براثن بس مغمقين عليه. براثن دحين بيطلع لك صورته، دحين هو نزل براثن شباب. يب بس احنا طلبنا هذا بلبل ترى مع لجان شباب من تكارتون، بس وصلنا متاخر، فعشان كذا احنا المفروض يعني نفتح معاهم، بس حصل خير. فزي ما تشوفوا خلصنا هذيك الورقه الصغيره. هذه الورقه ادوا كل الناس بلابلهم الا نحن، قالوا مستعدين ياخذ الناس. شوف شوف شباب، هذه الورقه في العاده تكارتون لما تيجي تنزل بلبل تنزل هو يكون اجدد بلبل في العالم. انا طلبت الشجاع كان اجدد بلبل في العالم، الحين هو ثاني اجدد بلبل في العالم، في الكره الارضيه. فشوف كيف يحطوا لك هنا بلبل، البلبل الجاي اللي حينزل بس مغبش، واذا انت يعني جامد واسطوره كذا طلع له شو. بس خلاص يعني الحين هو معروف. فالحين في علبه براثن النصر حاطين مغبش الوميض، ففي علبه الوميض ما توقعش الوميض شباب كذا يعني فتحه مني شويه، فشو يا مغبش شباب. تحمست اسمع صوت، لا مو صوت، تحمست مره اني افك البلبل. يا احتاج يا الحبيب، هيا سلمنا اسم ايش؟ المونسترزية. لا لا هذه يسميها اسم. فتحنا بها اغلب العلب، والله اسطورية. لا بالصاصخ. واو واو شباب، ترى انا متحمس البلبل ده من يوم ما طلبته. فنبدا باللاير ولا؟ والله لو الكيس حقهم قوي، شوفوا غير عن الكيس حقنا اللي يجمع البلابل. اوكي اللاير كبيرة، والله كبيرة. شوف دقيقة يابا، عشان كذا كبيرة شباب، والله مرة كبيرة. هذا ايش؟ هذا مطاط. شوف شباب والله كأنه مطاط. اوكي لا مو مطاط، هذا بلاستيك بس كأنه مطاط. فاوكي شباب خلينا نفك كل القطع ونرجع لكم.
ولا لا 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 انا بفك معاكم، انا ما جبت بلبل ده غير عشان افك معاكم، فاتحملونا شوي شوي. شوف دقيقه فك الديسك عشان بس نرتبهم عشان نعرف كيف نشرح. اوكي ديسك، يا ساتر والله شباب ثقلوا يخوف. طبعا يا شباب في شيء بوريكم هو بعد في الديسك، يعني هو حركه اسطوريه جامده شباب. اوراقهم غثيثه ما تنفك بسهوله. واو واو، خلينا نرتبهم كذا ونظبط الوضع المكان نرجع لكم. اوكي شباب هذه القطعة قدامكم، يلا نبدأ بشرح مبسط مفصل بهدوء كذا عشان تفهموا. اول شيء نبدأ باهم قطعة واللي هي اللاير، واللي هذا الشيء الشاذ. اوكي اللاير، لاير اسطورية كبيرة جدا جدا، من جد كبيرة شباب. شوفوا يدي، شوف اللاير كيف. طيب نسوي مقارنة بينها وبين الشجاع، شايفين كيف؟ فمن جد بلبل اسطوري. طيب في اكثر من اشياء اتغير، في اكثر من شيء، مو اكثر من اشياء اتغير في اللاير، من ضمنها انه هذه فك. طبعا شوف كيف حنجيكم بعض الناس شباب يقولوا صناعة بلبل الشجاع السوبر كينج. شباب شوف كيف، شوفوا الشكل الاسطوري، شايفين كيف؟ طبعا فكيت تشب غلطة ما برجع اركبه لان تركيبه صعب يبغى اتعلم له. فهذه انفك، وعلى ما اعتقد انه حتى ذا ينفك شباب. يب اوكي اوكي فكيته، فكل شيء ينفك في ذا البلبل. ايش اوكي هذا الشيء، كل شيء ينفك في ذا البلبل اسطوري شباب. شوف الشكل كيف صار، بس خلينا نديكم زوم حبتين، شوف كيف شكل اللاير. طبعا حسب اللي انا اعرفه انه في ناس شباب قد ركبوا البلبل ذا بذا الشكل فحطوا شيب من فوق، فصار من هنا مطاطي عندي مطاطي، وهذا مطاط على ما اعتقد انه هذا مطاط. فالشكل جدا اسطوري اصلا، شوف كيف رجعوا رجعوا زي الشيء. 1500 لايك نسويها في يوم واحد. شباب شوف والله شكله جيم، شكله مره حلو. طبعا ار يعني رايت عن دوران يميني، شوفوا فالشكل جدا بطل. وخلينا نروح القطعه الثانيه واللي هي اللي تركب على اللاير، شوف كيف شكلها اللي تركب عليها الشيب. طبعا بلبل ذا بدون تيث زي ما انتم شايفين، التيث تيجي على الديسك، والحين حاوريكم كيف. اوكي القطعة الثالثة واللي هي الشيب، شيب حديدي ثقيل جدا. هم اتوقع غيروا اسمه، ايش سموه عبد الرحمن تعرف؟ اعتقد انهم غيروا اسمه شريحة التحديث. لا لا اوكي شباب كيف تركب؟ والله ترى انا ما اعرف ايش ذا بلبل، فخلينا اركب بس ارجع لكم. اوكي طريقة تركيب القطعة هذه، القطعة بس دخلوها بكل سهولة ما انا كنت احسبها صعبة. فطريقة تركيب القطعة هذه في النص، تحطوها من هنا بعدين بس تدخل زي ما انتم شايفين كيف كذا، هنا في شيء لفوا على تحت كمان في نفس الشيء، ف بتسووا كذا من هنا من الجهة الثانية كمان ويركب معاكم بلبل، فيصير عندها اللاير. طيب نروح القطعة الثانية واللي هي الديسك. الديسك من كثر ما هو ثقيل، انا مخطط اني اسوي لكم ميزان عشان انزل لكم ثقل الديسكات يعني اللي عندنا، بس من كثر ما هو ثقيل شباب والله انه اسطوري. اوكي اول شيء او اول معلومه عن الديسك انه زي ما انتم شايفين عليه فريم كده لونه احمر، حلو والله شباب. عليه فريمين مدبل، يب يب، هنا هذا مطاطي واللي جوا هذا احمر، فديسكان وفريمين وتيث في ال بلبل يمتص الطاقه من اليساريين. شوفوا يدور يمين كذا صح؟ لا لا ايوه لا عكس عكس عكس. اوكي خلاص شوف الديسك اللي انتم تشوفوه الحين اللي هو هذا الديسك، الديسك اللي جوه البلبل اللي هو هذا اللي قاعد يتحرك شايفينه. طبعا هذا اللي مع الديسك هو بس فريم. بالنسبه للتيث فهي هنا التيث شايفينها هذول هم. زوم ان الاثنين، زوم ان شباب عشان نوريكم التيث بس، ما حنديك بالعرض. يب يب شوف شوف شايفينها هذي قوية جدا، شايفين اخر واحدة؟ جبل شباب، جبل مو تيث. ترى من جد بقول لهم ما قد شفته تحطم في حياتي ابدا. ما تحطم على حصان جموح، ما تحطم من بلابل المعركة الحديدية، فما تحطم بيبة المعركة. طبعا التيث هذي فوق انه في شوية رسم هنا شباب، في رسم. فخلينا نركب لكم الديسك ونوريكم كيف حيطلع الشكل. طبعا طريقة التركيب زي ما انتم شايفين هنا في اربع اماكن، واحد اثنين ثلاثة أربعة. طبعا ايش الرسم يا عبد الرحمن؟ في رسم على البلبل على التيث، يعني الرسم هذا داخل جوة اللاير حق البلبل. اوكي شوف تمسكوا البلبل، هنا عندكم أربع فتحات وعندكم أربع حدايد، تحطوا كذا من الحدايد وبس تعطوا ضغطة، سمعت الصوت؟ طق طق كذا.
شوف كيف الشكل طيب حيطلع، شايفين كيف الجناح هذا وهنا في جناح ثاني، يمديكم تسوي شكل ثاني برضه شباب. اوكي تفكوه، انا كيف كنت مركب، كنت مركب كذا الجناح هذا والجناح هذا، تقلبوه للجهه الثانيه. اوكي تصير الاجنحه مع بعض. يب. لا غلط كذا، اوكي كذا، يب يب كذا تصير الاجنحه مع بعض، تصير مدبله، يديك ضرب من هنا ويديك ضرب من هنا، ويصير الشكل مره حلو ومره اسطوري مره قوي. فانا افضل الشكل الثاني لانه يديك اكثر من ضربه، وكل ما يجي يدق فيك يديك ضربه. بس خلينا نخليه على جنب. هذا هو البلبل الشجاع، البير فالتريك شجاع الدمار، شجاع الدمار شجاع الاسطوري. لو جينا للدرايفر اسطوريه، الدرايفر الاسطوريه، درايفر البلبل هذا الشجاع، الشجاع هذا شباب جدا قوي. اوكي شباب حصل عطل فني قبل شويه، فهذا هو البلبل، هذا الدرايفر. فزي ما انتم شايفين الاشياء هذه يمدينا نقصها، بس انا بخليها على راحتها تدوب مع الزمن، مع جدا الزمن سريع تصير كذا. شايف كيف كذا يعني ممسوحه يب، يصير جدا جدا سريع. شباب بلبل مجنون، فخلينا نركب البلبل نسمع صوت الطير ونوريكم الاشياء الاسطوريه في البلبل. فيلا اوكي. طبعا من هنا لونه احمر ومكتوب تومي. اوكي دقيقه يا ساتر، شباب كل شيء يبيله قوي، ما هو قوي والله. شوف الزومبي اللي هنا ما هو قوي. اوكي شباب بوريكم حاجه، شوفوا اللصقات قديش او ستيكر قديش صغيره، سهله كمان كذا بس ستيكرين وخلصنا. فشباب خلينا اركب لكم هو قدامكم ولاول مره. طبعا هذا اللي يتحرك، بس الديسك اللي هنا ثابت ما يتحرك. شوف كيف، شوفوا دقيقه بس خلينا نجيب هذه الجهه. سامعين ايش ما يتركب، نقول ستيل شباب وعجلتها. اوه كاني كسرت شيء. واو قوي مره شباب والله، والله بصعوبه اركبه مره قوي ترى. ايش هذا يا شباب، ايش فيه ليه كذا؟ ماني فاهم، في شيء غلط شباب. البلبل البلبل كانه بلبل كذا يعني، احس توي برو نزلوه عندنا نزلوه اصغر، ما يدري كذا كبير كذا، تحسه زي الافلام كذا يعني كذا لما تحس تمسكه كذا تتكلم معاه يفهمك ويقول لك ايش تبي انت. من جد شباب والله كذا يعني اسطوري ترى. فمدحنا البلبل مره كثير، خلينا نروح لتجربه البلبل. خلينا نجرب المسكات، عبد قادر امسك كذا. شوف انا ما امسك كذا خلاص البلبل الشجاع متصل يتغطى خلاص، هذا كامل كله ما في شيء منه. خلينا شباب نوريكم بس كيف مراحل طورات الشجاع. اول شيء عندنا الشجاع المنتصر، بعدين شجاع المتقد، اوت بعدين اتوقع يسموه شجاع الفائز، اول اسم الدارج شجاع الفائز، الشجاع الجارح، وبعدين عندي الشجاع السوبر كينج. هنا المفروض يكون عندنا، هنا في هذه المنطقه المفروض يكون عندنا شجاع جي تي، بس هذا اقوى كثير. وهناك المفروض يكون عندنا شجاع الجزء الاول، بس احنا ما قدرنا نحصله. فهذه هي تطورات الشجاع. اتوقع بكره بينزل لكم واحد يقول لكم صنع بلبل شجاع السوبر كينج، وبعدين حيقول لكم انه عادي اي احد بيسويه ولازم نشتريه. سيبكم منه شباب، ترى مو اي احد يتكلم اي كلام تروح تصدقوه، مو عشان عنده مشتركين يعني هو خلاص فاهم كل شيء، ترى اغلب كلامه من جاكس بيبليت. اوكي زي ما انتم شايفين البلبل جدا اسطوري جدا كبير، مراحل التطور الكبر صغير متوسط، بعدين هذا ما ادري نفسه هذا المفروض اكبر، بعدين بدا يكبر ويكبر ويكبر لما وصل للحجم. لو يجي نقارن بين اول واخر بلبل شوف كيف الحجم الاسطوري، لو هنا كان عندنا الاول وهذا الاخير حيكون شيء جدا. تابعوا المقطع النهائي انا حجرب لكم ضد كل التطورات. فيلا نروح ننزلات. اوكي يلا نبدا بتجربه البلبل. شوف كيف شكله، والله شكله فخم شباب، والله شكله فخم. يلا بس بعد النزال بسوي لكم لحظه تامل في البلبل عشان تعرفوا كذا الشرس، تحسبوه يعني تحسبوه. اوكي خلاص خلينا نحاول نركبه. يلا يلا واحد اثنين، والله كبير شباب والله بقوه ضربي. امسكه لا ما تمسك شيء، خليه يدور شباب اسطوري جامد. طبعا هو مو سريع حاليا القاعده، مو سريع وقد كذا شباب القاعدة زي ما انت شايفين. طبعا اللي قادر ارميه انا حسرع لين ما يوقف، انا حاول ارميه بقى قوة عندي شباب، حنشوف كيف يوقف. 3 2 1 جو. مو سريع لسه القاعدة ما دابت، القاعدة هذه حيستفيد منها الارتجاع المتصل. خلينا نجرب بالبعض الاشياء. نبدا باول شيء، خلينا نقول نرمي الشجاع المنتصر ونشوف ايش يصير. يلا يا شجاع منتصر الله يرحمك. اوكي اوكي
شوف واحد اثنين فا والله ولا اثر فيه. خلينا نروح لشجاع ثاني اللي هو شجاع منتقد. طب دقيقة حلو شجاع المنتقد منتقد عظم الله اجركم يا شجاع. تفهم المشكلة لو شجاع سوى قوي وقام هجومي سوى قوي والله سوى قوي والله ما انصحك يا شباب شجاع كبير يا اخي كبير. انا خاف العب بلبل ضده الحين عبد القادر يلعبني ضده كل يوم. طبعا هذا بلبل حابلش عبد الرحمن بيه فبلبل مستحيل يخسر. بلبل قريب شباب قريب حتشوفوا ميضة التيربو او السوبر كينج. لا ما اتوقع تشوفوه لانه هو حقي شباب ف بس انا بصير شباب اوريكم شباب يلا انا مش جاي اجيب شجاع فايز يعني من عبد القادر يعني الشريع ما هذا لازم نجيب يد خاصة فراح نجيب يد خاصة. اوكي جبنا اليد في الله هذا شجاع السوبر كينج وهذا شجاع الفايز. خاف خاف عادي عادي طبعا عادي عشان ما تفهم مع الشجاع هذا عادي عادي والله والله دايم والله ما ينهز. كيف الفايز هو شجاع السوبر كينج اخر طوة فبرضو شباب بعد لكم من زلنا ما شفته مرة عادي كطح والله ما يطيح كده تحس ال حس البنيار جالس نحط فوق البنيار اللي ما يعني ما يعرف نحن صار فوق البنيار يمكن البنيار صار أشهر منه شباب. فباقي لنا آخر شجاع وبعده راح نلعب ضد حصان جموح آخر شجاع اللي هو الشجاع الشجاع التاب مطور حطم شباب حطم حطم شوفوا يعني مع ان الضربات قوية بس ما يتحطم من جد جد حقه قوية فلو انه اصلي كان تحطم بكل سهولة. فهذا حين اللحظة المنتظرة اللي كلنا ننتظره اللي هو الحصان جموح ضد الشجاع بير فالتريك فيلا نشوف مين حيفوز. ف 3 2 جو اوكي لا والله فاز اول شباب اعاده اعاده ما لي صلاح. في الجوله الاولى فاز الحصان جموح نشوف الجوله الثانيه راح فاز بثلاثه نقاط. ف 3 2 جو اوكي واو والله ضربه قويه الحصان جموح قوي شباب لا 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 اكيد في شيء. انا افتكر لما شفتها عند اليوتيوب اللي سواها بس كان القاعده ممسوحه على كامل فكان جدا قوي. اوكي شباب عندي لكم سؤال اذا كان يمديني اخذ هذا البلبل بالبطوله توقع يمديني اذا سوى بطوله يمديني اخذ البطوله؟ انا اتوقع حاخذه وحقول لهم انه اصلي حوريهم الجزء وحوريهم الفتح بس حقول لا لانه متطور كذا. اوكي شباب طبعا شفنا اللي جاني بيسووا هم رموه مستقيم نحن قبل شوي رميناه مايل بس في معلومة اذا ما تعرفوها ان الشجاع ما مو قاعد يتحطم شايفين كيف؟ شباب لنا عودة طيب بس استنى القاعدة تدوب ولنا عودة ضد هذا الشجاع وحنغلبه شر او حنهزمه شر هزيمه. فخلينا نجيب لكم كمان بلبل عبد الرحمن جبنا اي بلبل كذا من بي بطل بلبل يعني اسطوري كذا خلاص وحش الظلام يلا وحش الظلام لانه منه تطور شباب يلا اوكي صح صح فنجرب وحش الظلام ف 3 2 2 1 وحش الظلام الحلقة الدائرية والله ما ينفع مع حلقة دائرية الاسطورة هذا فبس هذا يكون عندنا لاسو من لاسو غير بشير واكتبوا في الكومنتات ايش رايكم في هذا البلبل الاسطورة وصلنا للختام سلام. حاول تدمر صح ممكن شباب يب طب دقيقة خليني اسوي لكم لحظة تدمر من جد. السلام عليكم.